بتتصدر دولة كازاخستان حالياً عناوين نشرات الأخبار والمواقع الإخبارية في جميع أنحاء العالم بسبب المظاهرات العارمة والصدامات الدامية بين المحتجين وقوات الشرطة هناك، في أعنف أزمة تتعرض لها البلاد منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي عام 1991. اندلعت المظاهرات بسبب قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، مما شكل عبء إضافي على المواطنين اللي بيعانوا من مستوى معيشي منخفض ونسبة بطالة عالية، وده على الرغم من كون كازاخستان من أغنى الدول في آسيا الوسطى من حيث الثروة النفطية والمعدنية ومصادر الطاقة المتجددة، وده كالعادة طبعا بسبب الفساد وسوء الإدارة وتركيز الثروة في يد قلة من أصحاب النفوذ والسلطة وعدم توزيعها بشكل عادل. لكن بعيدا عن المظاهرات والاضطرابات السياسية، تعالوا في الفيديو ده نستعرض مجموعة من المعلومات اللي ممكن كتير مننا ما يكونش عارفها عن دولة كازاخستان. اسم دولة كازاخستان بينقسم إلى مقطعين، وهما كازاخ بمعنى الأحرار أو السكان البدو الذين يتجولون بحرية من مكان إلى آخر على ظهور الخيول، واستان بمعنى أرض أو بلد، أي أن معنى اسمها هو أرض الأحرار أو أرض البدو الرحل. بتقع كازاخستان في وسط قارة آسيا، وبتحدها من الشمال والغرب روسيا، ومن الشرق الصين، ومن الجنوب قرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان، وبتعتبر الحدود بين روسيا وكازاخستان ثاني أطول حدود في العالم بطول 7644 كيلومتر. منذ عام 1936 وحتى عام 1997 كانت عاصمة كازاخستان ألماتي، ثم أصبحت العاصمة مدينة أستانا واللي تم تغيير اسمها منذ عام 2019 إلى نور سلطان. كازاخستان هي أكبر دولة حبيسة في العالم، بمعنى أنها لا تطل على بحار مفتوحة أو محيطات، وهي تاسع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة. بتبلغ مساحة كازاخستان 2,725,000 كيلومتر مربع، وكانت أكبر دولة في الاتحاد السوفيتي السابق بعد روسيا مباشرة، وهي أكبر دولة إسلامية من حيث المساحة. لكن على الرغم من كده فعدد سكان كازاخستان قليل جدا بالنسبة لمساحتها الضخمة، وبيبلغ عدد سكانها 19,124,649 نسمة، وبيشكل المسلمين غالبية السكان بنسبة 72%، يليهم المسيحيين بنسبة 23.1%، ثم اللادينيين بنسبة 4%، وأخيرا نسبة 0.9% معتقدات محلية وديانات أخرى. أما من حيث التركيبة السكانية، بيشكل الكازاخ 68% من السكان، يليهم الروس بنسبة 19.3%، ثم الأوزبك بنسبة 3.2%، و9.5% عرقيات أخرى. وكما ذكرنا بتتمتع كازاخستان بثروات طبيعية ضخمة، وبتحتل المركز 12 عالمياً من حيث احتياطي البترول المؤكد واللي بيبلغ 30 مليار برميل، وبيبلغ إنتاجها البترولي 1,756,705 برميل يومياً. وبيعتمد اقتصاد كازاخستان بشكل أساسي على صادرات النفط اللي بتشكل ما نسبته 56% من إجمالي صادرات البلاد و55% من ميزانية الدولة الإجمالية. أما احتياطي الغاز المؤكد فبيبلغ ما بين 3 إلى 5 تريليون متر مكعب. ومن أهم الثروات الطبيعية في كازاخستان هو اليورانيوم، إذ بتحتل كازاخستان المركز الأول كأكبر منتج لليورانيوم في العالم. وفي عام 2020 أنتجت كازاخستان ما يقارب 41% من الإنتاج العالمي لليورانيوم بكمية بلغت 19,477 طن، وبتمتلك كازاخستان ثاني أكبر احتياطي يورانيوم في العالم بعد أستراليا. أما من الناحية العلمية والتكنولوجية، بيتواجد في كازاخستان أكبر قاعدة فضائية ومجمع لإطلاق صواريخ الفضاء في العالم في مدينة بايكونور اللي بتقع في جنوب البلاد. وقاعدة بايكونور هي قاعدة تؤجرها كازاخستان إلى روسيا، وبتستخدمها روسيا في إطلاق جميع صواريخها الفضائية، وهي القاعدة اللي انطلق منها أول قمر صناعي في التاريخ، وهو القمر الروسي سبوتنيك 1، وكذلك انطلق منها أول رائد فضائي وهو الروسي يوري جاجارين. ومن أشهر علماء وفلاسفة المسلمين في العصور الوسطى اللي بيعود أصلهم إلى كازاخستان هو أبو نصر الفارابي، واللي بيعتبر المؤسس الأول للفلسفة الإسلامية. ولو انتقلنا إلى علوم الآثار والحفريات، هنجد أن العلماء بيعتقدوا أن كازاخستان كانت أول مكان في التاريخ يقوم البشر فيه باستئناس الخيول والركوب على ظهرها. وفي النهاية خلونا نعود مرة أخرى إلى المشهد المضطرب الدامي في كازاخستان حاليا، وخلونا نسألكم، هل تتوقعوا أن الأوضاع هتستقر أم هتزداد اشتعالاً؟ وهل التدخل الروسي هناك هيكون له دور إيجابي أم سلبي؟ وهل من الوارد أن يكون للدول الغربية والأوروبية دور في إشعال الأمور في كازاخستان لتشكيل نوع من أنواع الضغط على روسيا بسبب موقفها في الأزمة الأوكرانية، وده عن طريق إحداث فوضى واضطرابات في أكبر دولة مجاورة للحدود الروسية من الجنوب؟ بانتظار أراءكم في التعليقات.